بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك أملنا وفقنا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة نحن وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ البيجوري إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم وعلوم شيخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين آمين. وكنا تكلمنا في المجلس الماضي على أحكام الرضاع ونقرأ ما في الهامش مرة أخرى. قلنا فصل في أحكام الرضاع بفتح الراء وكسرها وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص. وإنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين قمرية بكرا كانت أو ثيبا خلية كانت أو مزوجة. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا سواء شرب اللبن في حياتها أو بعد موتها وكان محلوبا في حياتها صار الرضيع ولدها صار الرضيع ولدها بشرطين: أحدهما أن يكون له أي الرضيع دون الحولين بالأهلة وابتداؤهما من تمام انفصال الرضيع، ومن بلغ 2 سنين لا يؤثر ارتضاعه تحريما. والشرط الثاني وهو الذي وقفنا عليه أن ترضعه أي المرضع 5 رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع وضبطهن بالعرف. أن ترضعه أي المرضعة 5 رضعات متفرقات واصلة جوف الرضيع، يبقى واصلة هتبقى صفة لخمسة، واصلة جوف الرضيع وضبطهن يعني ضبط الرضعة بالعرف، فما قضى بكونه بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من 5 إعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع ويصير زوجها أي المرضع أبا له أي الرضيع، ويحرم على المرضع بفتح المرضع على المرضع اللي هو الرضيع على المرضع اللي هو الرضيع بفتح الضاد، لو قال الرضيع كانت أوضح يعني، ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج إليها أي المرضعة وإلى كل من ناسبها، لأن هتصير أم من الرضاع ويبقى أختها خالته من الرضاع ويبقى عمتها عمته من الرضاع وأخت أبيها تبقى عمته من الرضاع وهكذا، وبناتها كل من أرضعتهم سواء كانوا معاه أو قبله أو بعده أو من رجل آخر يصيرن إخوة له من الرضاع، وبالتالي تنتشر دائرة التحريم حتى في الحواشي. ويحرم على المرضع بفتح الضاد التزويج إليها أي المرضع وإلى كل من ناسبها أي انتسب إليها بنسب أو رضاع، ويحرم عليها أي المرضع التزويج إلى المرضع وولده من ناحية
ميتة هي يحرم عليها ايه ان تتزوج من المرضع اللي ارضعته من المرضع يعني وفروعه، اما اصوله فلا شيء. يعني ممكن تتزوج ابو اللي ارضعته لا يضر، او تتزوج اخو اللي ارضعته طالما اخوه لم يرضع منه. ويحرم عليها اي المرضع التزويج الى المرضع وولده وان سفل، ومن انتسب اليه وان علا. هي علا هنا بمعنى سفل احسن علشان نخرج الاجداد والاباء. دون من كان في درجته اي الرضيع كاخوته الذين لم يرضعوا معه، او اعلى اي ودون من كان اعلى، يعني اخوته الذين لم يرضعوا معه منها تجوز لا ان تتزوج واحد منهم، او اعلى يعني او ودون من كان اعلى طبقة منه يعني اعمامه اخواله وهكذا، اي الرضيع كاعمامه. وتقدم في فصل محرمات الرضاع النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع مفصلا فارجع اليه. هنبتدي نشوف كلام الشيخ البيجوري على الجزء الباقي. يقول الشرط الثاني، احنا قلنا علشان يتم التحريم بالرضاع لازم ذكرنا شرطين والحقيقة هم اربعة. الشرطين اللي ذكرهم شرط متعلق بالمرضع اللي هو الرضيع يبقى سنه اقل من حوله، دي اول حاجة. الشرط الثاني عدد الرضاعات تبقى 5 رضاعات. في شرطين تانيين اللي هو وصول اللبن يقينا الى جوفه في كل مرة من الخمس، وكون الطفل حيا حياة مستقرة. يبقى دي ايه الاربع شروط. فاحنا نتكلم هنا على الشرط الثاني اللي هي 5 رضاعات، وهذا خاص بمذهب الشافعية موضوع الخمس. باقي المذاهب ذهبوا الى ان مطلق وصول اللبن ولو قطرة الى جوف الصبي يثبت به التحريم. والشرط الثاني ان ترضعه اي المرضعة 5 رضاعات متفرقات اي يقينا، فلو شك في كونه 5 او اقل، احنا قلنا اليقين لا يزول بالشك، يبقى ايه لم يؤثر، لان الاصل عدم الخمس. يعني هو شك يا ترى رضعته 4 رضعات ولا 5 رضعات، يبقى رضعته اقل من 5، لان الاصل ايه التحريم. هي اصلا هي حرام، يعني هي الاصل فيها ان هي مباحه لي، لا يثبت حرمتها الا بالعدد، وشك في العدد يرجع لايه للاصل، اليقين لا يزول بالشك. فلو شك في كونه 5 او اقل لم يؤثر، لان لم يؤثر في التحريم، يعني لان الاصل عدم الخمس. لكن لا يخفى الورع، الورع اللي هو الخروج من الخلاف، لا يخفى الورع اللي هو الايه الخروج من الخلاف مستحب، انه في مذاهب اخرى ولو رضع واحد ولو قطرة واحد يبقى خلاص بقى من باب الورع يخرج من الخلاف. والحكمة في اعتبار 5 رضاعات ان الحواس التي بها الادراك 5، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فكأن كل رضعة تحفظ حاسة، وقيل يكفي رضعة واحدة، وهو مذهب ابي حنيفة ومالك رضي الله عنهما. وعلشان كده قال ايه ولا يخفى الورع من اجل هذا. قوله واصلة جوف، واصلة جوف الرضيع اي المعدة او الدماغ، فان لم تصل اليه لم تؤثر. قوله وضبطهن بالعرف، الدماغ يعني ممكن ايه يشرب في اللبن، يقوم اللبن ايه ينتشر فوق من انفه وبعدين يرجع يبتلعه تاني، ادي معنى الدماغ. واصلة جوف الرضيع اي المعدة او الدماغ، فان لم تصل اليه يعني الى الجوف لم تؤثر. قول وضبطهن بالعرف، ضبط الرضع بالعرف اي لانهن لا ضابط لهن لغة ولا شرعا، وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف، زي ما قلنا اكثر من مرة، اكل شيء ليس له ضابط في اللغة ولا ضابط في الشرع يبقى
ضابطه العرف. طيب لو له ضابط في العرف وضابط في اللغة وضابط في الشرع، نبدأ بالشرع، يبقى ضابطه الشرع. واضح؟ يعني ضابط الشرع هو المقدم، ما فيش ضابط شرع في الشرع، نشوف ضابط اللغة. ما فيش ضابط في اللغة، نلجأ لضابط العرف. وقول فما قضي بكونه رضعة تفريع على قوله وضبطهن بالعرف. اعتبر أي وإن طالت الرضعة جدا أو قصرت جدا، وإن لم يحصل في كل رضعة إلا قطرة فلا يشترط كونهن مشبعات. يعني هو امتص مصة واحدة ودخل لبن فيه ثم أعرض عن الثدي الطفل، تتحسب دي رضعة. الطفل القاعد يرضع ربع ساعة دون انقطاع، كل الربع ساعة دي رضعة. واضح؟ يبقى لو قليلة أو كثيرة، المهم إنها تتحسب بالمرة، تعتبر دي مرة ودي مرة، دي رضعة ودي رضعة. قول وإلا فلا، أي وإن لم يقضي بكونه رضعة أو رضعات فلا يعتبر. ولعل صورته ما إذا لم يصل إلى جوف الطفل شيء، يعني التقم الثدي ومصه ولم يصل إلى جوفه شيء. يعني افرض مص مصة ضعيفة والثدي أصلا اللبن فيه قليل ومصة واحدة وخلاص، يبقى ما وصلش الثدي لجوفه شيء. يعني التقم الثدي ومصه ولم يصل إلى جوفه شيء فلا يسمى رضعة، لأنه متى وصل إلى جوفه شيء ولو قطرة عد رضعة كما علمت. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدي تعدد الارتضاع. يعني العيل رضعته شوي وبعدين الولد ابتعد أعرض، قعد يلعب شوية أو نام شوية وبعدين استيقظ رضع تاني، تبقى دي رضعتين. وبعدين بعد ما رضع تاني استريح شوية كده وأعرض ورجع رضع تاني، فممكن الخمس رضعات تبقى في قعدة واحدة، ممكن تتم في قعدة واحدة. ما احنا اللي لازم نشعر ان يبقى عندنا يقين ان في لبن وصل. لا بعدد المرات، يعني هل تعتبر يعني ملتقم الثدي؟ ما العبره ان هو اعرض عنه ولا ما اعرضش؟ طيب وفي قبل الاعراض ده وصل لجوفه شيء او لا؟ هي دي المساله. فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس اعراضا عن الثدي هنا تعدد الارتضاع. لكن لو فضل ملتقم كل دي رضعه ولو طالت. وكذا لو قطعته عليه المرضعة، ولو هي نفسها اللي سحبت ثديها منه وقامت تعمل مصلحة ورجعت تاني تكمله، دي تبقى رضع ودي رضع. وكذا لو قطعته عليه المرضعة لشغل طويل ثم أعادته فإنه يتعدد الارتضاع، بخلاف ما لو قطعته عليه لشغل خفيف ثم عادت فإنه لا يتعدد. وخرج بقوله إعراضا ما لو قطعه لله أو نحوه، كنوم من خفيف أو تنفس أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال، فإنه لا يتعدد الارتضاع بل الكل رضعة واحدة، بخلاف ما لو طال له أو نومه فإنه يتعدد ما لم يكن الثدي في فمه، وإلا فلا تعدد. طالما ما سابش فمه يبقى كل دي رضعة، إن شاء الله طول الليل قاعد حاطط فمه في السن. ولو تحول الرضيع من ثدي إلى ثدي بنفسه، يعني المرأة عندها اثنين ثديين، تحول من ثدي إلى ثدي، كل دي رضعة برضو طالما في نفس الموقف. ولو تحول الرضيع من ثدي إلى ثدي بنفسه أو بتحويل المرضعة لم يتعدد إن تحول في الحال، وإلا تعدد لو طال الفصل. ولو حلب منها لبن دفعة وأوجره الطفل خمس مرات، يعني إيه؟ يعني شفطوا من ثديها لبن ووضعوه في اناء وادوه للصبي على خمس مرات متعددات، كل شويه يدوله خمس ست معالي، وبعدين الولد ينام يصحى يدوله خمس ست معالي، يبقى دي مره دي رضعه ودي رضعه ودي رضعه، بالرغم ان هم اتسحب من ثديها في مره واحده. واضح؟ ولو حلب منها لبن دفعة وأوجره الطفل خمس مرات، أو حلب منها خمس مرات
او هما شفطوا منها على خمس مرات والدول الطفل مرة واحدة رابعة واحدة، يبقى في الصورة الثانية دي رابعة واحدة وفي الصورة الاولانية خمس رضعات. فهمت؟ يبقى هيتحسب في الحالتين على فكرة خمس رضعات، في الحالتين هيحسبوا خمس رضعات احتياطا، يعني مرة باعتبار عدد مرات الشفط ومرة باعتبار عدد مرات الاخذ، وليه؟ من باب الاحتياط. او حلب منها خمس مرات واجره ودفعها حسب رضعة واحدة في الصورتين اعتبارا في الاولى بحالة الانفصال وفي الثانية بحالة الوصول، فلا بد من كونه خمسا انفصالا ووصولا. عكس ما شرحت، يعني هم عايزين يخلوها ايه، طالما اتسحب منها مرة واحدة وخدها على خمس مرات تعتبر دي رضعة واحدة. اي كده برضو في الاولى اتحسب خمس مرات، ايوه، فلا بد من كونه خمسا انفصالا. لو الطفل خدها على خمس مرات بيقول لك في الصورتين عايز يعتبرهم ايه، مرة واحدة. شوف، بحالة الانفصال في الصورتين حسب رضعة واحدة في الصورتين، هو عايز يحسبهم كده، باعتبارا في الاولى بحالة الانفصال اللي هم انفصلوا منها مرة واحدة لكن خدها على خمس مرات، وفي الثانية بحالة الوصول انه اتسحب منها على خمس مرات ووصل له على مرة واحدة، فلا بد من كونه خمسا انفصالا ووصولا. يبقى هم عايزين يقول لك ان عشان تبقى خمس مرات لازم خمس مرات منفصل في الانفصال والوصول. ويجري نظيره ما تقدم في من حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة، يعني واحد حلف يمين انه لا يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة، فلو قطع الأكل لشغل طويل ثم عاد وأكل تعدد فيحنث، ولو أطال الأكل على المائدة وصار ينتقل من لون إلى لون ويتحدث في خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبز عند نفاده لم يتعدد فلا يحنث، لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة. قوله ويصير زوجها ومثله واطئ، يعني ايه صاحب اللبن ده اللي هو الزوج اللي هو كان سبب في لبن هذه المرأة بسبب الحمل اللي كان منه، يصير هذا الزوج أبا له في الرضاعة من الرضاعة، يسموه ايه، لبن الفحل، هذه القضية بيسموها لبن الفحل. ويصير زوجها ومثل الزوج ايه الواطئ بشبهة، لو واحد واطئ امرأة بشبهة فحملت ثم تكون في ثديها لبن بسبب هذا الحمل، يبقى الواطئ بشبهة ابوه من الرضاعة، لانه ينسب اليه. وبملك اليمين، او مثلا كانت حامل بسبب ملك يمين من سيدها، يبقى سيدها يصير ابا له في الرضاعة، بخلاف الواطئ بزنا. الواطئ بزنا بقى احنا قلنا ايه، ماء الزنا لا حرمة له فلا ينسب اليه، فيبقى ليس ابوه في الرضاعة. الزنا ان هو امرأة اجنبية لما واطئ الشبهة يظن انها حلال، انما التاني متجرئ عارف انها حرام. يعني واحد دخل بيته ولقى واحدة نايمة على فراشه، هو عارف ان مراته اللي نايمة على الفراش والدنيا ضلمة وجماعها فحملت، اما طلع النار طلعت مش مراته، دي طلعت اخت مراته كانت جت ونيمتها على انه هو كان في سفر ومش جاي لليلتي، واخد بالك؟ مش بتحصل حاجات زي دي، نادرا ما تحصل بس ممكن تحصل، خصوصا اذا كان هي نومها تقيل وهو كمان نظره ضعيف والدنيا ضلمة، كل ده ممكن وارد. فاذا حدث طالما ما عندوش نية الحرمة يعني يبقى يحترم هذا الماء، ادي الواطئ بشبهة. او مثلا كان العقد فيه شبهة، عقد عليها ثم حملت منه وبانت بعد الحمل انها اخته من الرضاعة، يبقى ده اسمه واطئ بشبهة، لان مش هينفع جوز اخته،
يقوم يفصل بينهم. طب والولد ينسب له؟ فهمت بقى ازاي؟ فالوقت شبه له اشتور كثيرة يعني. بخلاف الوطئ بزنا، لان اللبن لمن لحقه الولد، واحنا عارفين ان الايه الوطئ بالزنا لا يلحق الولد لايه؟ لصاحب المال الذي نزل اللبن بسبب. فلا يحرم على الزاني ان ينكح المرتضع بلبن زناه، لكن يكره ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه. ليه يكره؟ خروجا من الخلاف، لان ابو حنيفة ايه يحرم، ابو حنيفة في التحريم يقول لك لا ينسب له، لكن في نفس الوقت يحرم انه يتزوج. خدت بالك؟ ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وان طالت المدة جدا، او انقطع ثم عاد عاد الابوة عاد عاد الا بولادة من اخر. شوف، ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وان طالت المدة جدا، مدة الرضاعة يعني. المرأة حملت من الرجل زوجها ده، الحمد لله انجبت، ثديها امتلأ لبنا بقت ترضع، اللبن قعد في ثديها 10 سنين ترضع بيه، فكل اللي رضعتهم طول العشر سنين دي ولاد الرجل ده من الرضاعة. فهمت الصورة؟ وان طالت مدة جدا طالما، لكن امتى بقى تنقطع؟ لو تزوجت غيره، طلقها ومات، تزوجت غيره في اثناء الفتره دي فحملت تاني وانجبت تاني، انقطعت علاقته باللبن ده وجالها. فهمت الصوره؟ فبيقول لك ولا تنقطع نسبه اللبن عن صاحبه اللي هو سببه وان طالت المده جدا. يعني في ستات بيقعد سديوم يجيب لبن سنوات طويله، حتى تروح الدكتور تتعب تقول له سيدي مش عايز يجف، واخد بالك؟ فطول ما هي بترضع بثديها ده يبقى ايه؟ كل اللي رضعوا دول هذا الرجل صاحب اللبن ده الاول هو ايه؟ ابوهم من الرضاعه. فهمت بقى المساله؟ وان طالت المده جدا او انقطع اللبن ثم عاد الا بولاده من اخر، فاللبن قبلها للاول واللبن بعدها للاخر. طب افرض ان هو انقطع لبن وهو يفرلت زوجته وما حملتش ورجع تاني يجيلها لبن تاني، طول ما هي على ذمته يبقى ايه برضه؟ حتى ولو انقطع ثم عاد. امتى بس تنقطع نسبته اللبن؟ بولاده جديده من رجل اخر. واضح؟ قول أبا له يعني يصير زوجها أبا له، وتنتشر الحرمة إلى أصوله وفصوله وحواشيه نسبا أو رضاعا، يعني هو يبقى أبوه وأخوات الأب من الرضاع يبقوا أعمامه، وأخوات الأب من الرضاع تبقوا عماته، وتبقى بنات الرجل ده ولو من زوجات أخرى تبقوا إخواته من الرضاع من جهة الأب. فهمت بقى؟ يعني تنتشر الحكاية، ويبقى ابو الراجل ده يبقى جده من الرضاع، وام الراجل ده يبقى جدته من الرضاع، وهكذا. ويحرم على المرضع الى اخره، فتحرم عليه المرضعة واصولها وفصولها وحواشيها نسبا او رضاعا. واحنا قلنا الاصول اللي هو الاباء والاجداد وين علوا والجدات، والفصول اللي هي الفروع اللي هم بناتها واحفادها وابنائها، وحواشيها اللي هم الاخوه الاخوات ليها. قول ويحرم عليها، فيحرم عليها الرضيع وفروعه فقط نسبا او رضاعا دون اصوله وحواشيه. بالنسبه ليها هي بقى التي ترضع، يحرم عليها اللي ارضعته وفروع اللي ارضعته. واضح؟ لكن ما يحرمش على اصول ولا حواشي. ولذلك قال بعضهم وينتشر التحريم من مرضع الى اصول
إلى أصول فصول والحواشي من الوسط، وممن له در إلى هذه، ومن رضيع إلى ما كان من فروعه فقط. والمراد بمن له الدر صاحب اللبن كالزوج. واسم الإشارة في قوله إلى هذه عائد إلى الثلاثة التي هي الأصول والفصول والحواشي. والمراد بالحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات، فتصير آباء المرضعة وصاحب اللبن أجداده، وأمهاتهما جدات، وأولادهما إخوته وأخواته، وإخوة المرضعة أخواله، وأخواتها خالاته، وإخوة صاحب اللبن أعمامه، وأخواته عماته، وتصير أولاد الرضيع أحفادها. والفرق بين أصولها وحواشيهما، أصولهما وحواشيهما، وبين أصوله وحواشيه أن لبن المرضعة كالجزء من أصولها، فصار التحريم إليهم وإلى حواشيهم. وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد، وهو كالجزء من أصوله أيضا، فصار التحريم إليهم وإلى حواشيهم، ولا كذلك في أصول الرضيع وحواشيه. يعني الطفل اللي رضع ده ولاده جم من أصوله، لكن وهو رضع يعني أصله تكون من هذا اللبن، لكن أصول هذا لم يتكونوا من اللبن بتاعه، وبالتالي الأصول ما ترجعش. هذه المسألة. قوله بفتح الضاد اللي المرضع يعني، أي على أنه اسم مفعول، ولو عبر بالرضيع لكان أوضح. وقوله التزويد إليها أي بها، فإلى بمعنى الباء في هذا. في هذا وما بعده، يعني التزويج إليها يعني التزويج بها، يبقى إلينا بمعنى بها. قول وإلى كل من ناسبها أي من أصول وفصول وحواشي كما علم. قول أي انتسب إليها أي انتمى إليها واتصل بها، فصح قول الشارح بنسب أو رضاع، وليس المراد بقول أي انتسب إليها خصوص النسب المقابل للرضاع، وإلا لما صح ذكر الرضاع في حيز ذلك، لكن لو قال أي انتمى إليها لكان أوضح، يعني بدل ما يقول انتسب إليها كان حق يقول انتمى إليها تبقى أوضح يعني. قوله ويحرم عليها، إنما ذكره المصنف مع كونه معلوم مما قبله، إذ يلزم من تحريمها عليه تحريمه عليها توضيحا للمبتدئ، وليفيد أن الحرمة المنتشرة منه ليست كالحرمة المنتشرة منها، فإن حرمتها تنتشر إلى جميع أقاربها، وحرمته لا تنتشر إلا إلى فروعه فقط، إلى المرضع أي لأنه ابنها من الرضاع، وفتح الضاد المرضع على أنه اسم مفعول كما علم مما قبل. وقبل وولده وإن سفل أي لأنه ابن ابنها من الرضاع فهو حفيدها. قول ومن انتسب إليه، لعل المراد من ومن انتسب إلى الرضيع من أولاده، عشان أنت عارف أن من انتسب الرضيع من أبائه وأصوله خارجين، فيبقى من انتسب هنا إليه لعل المراد ومن انتسب إلى الرضيع من أولاده، ويكون عطفه على قوله وولده عطف تفسير، لكن ربما يعكر على ذلك قوله وإن علا، لأن المناسب أن يقول وإن نزل يعني سفل كما قال فيما قبله، وإن سفل إلا أن يقال وإن علا أي الرضيع، وإنما تكلفنا ذلك لأن لو أبقيناه على ظاهره من أن المعنى على من انتسب إليه الرضيع من الأصول وإن علا فهو سهل أو سبق قلم، لأنه لا يحرم عليها أصول الرضيع كأبي وجده، لما مر من أن الحرمة لا تنتشر منه إلا إلى فروعه دون أصوله وحواشيه، فلأبيه يعني أبو الرضيع وأخيه يعني أخو الرضيع نكاح المرضعة وبنتها، ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل وأخته، يعني الأب من الرضاع ممكن يتزوج أم هذا الطفل وأخته. قول دون من كان في درجاته أي فلا يحرم علي التزويج إليه. وقولك إخوتي الذين لم يرضعوا معه أي بخلاف الذين رضعوا معه، فحكمهم كحكمه،
والحاصل أن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها سواء السابقة واللاحقة. يعني إيه أرضعته؟ يبقى كل من أرضعتهم سواء كان سابقين عليه أو ترضعهم في المستقبل من هذا الرجل أو من رجل آخر، كل دول أخواته من الرضاعة. واضح؟ مش شرط يجتمعوا في زمن واحد يعني على ثدي واحد، لا، حتى ولو تفاوت الزمن، المهم الثدي واحد واختلف الزمن، يفضلوا أبناء لهذه إيه؟ المرضعة. والحاصل أن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها سواء السابقة واللاحقة، لأن الجميع أخوات له، والذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة. إخواته بقى اللي ما رضعوش منها خالص ما يحرمش عليهم المرضعة ولا بناتها، حتى التي ارتضع عليها أخوه، والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه سواء السابق واللاحق، لأن الجميع إخوة لها، والتي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى التي ارتضعت عليه أختها، والتي لم ترضع يعني الأخت اللي هي ما رضعتش من الست دي لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختها، وإنما نبهت على ذلك لأن العامة تسأل عنه كثيرا. يعني أنت ممكن تتزوج أخت أختك من الرضاعة، أخت أخوك من الرضاعة، فهم؟ أخوك من أخوك ده رضع من جارتك وأنت ما رضعتش منه، بنت جارتك دي أخت أخوك من الرضاعة، ممكن أنت تتزوجها ويبقى أنت زوجتك أخت أخوك، فهمت بقى ازاي؟ بس من الرضاعة مش من نسب. قوله او اعلى عطف على قوله في درجته، واو بمعنى الواو، كما اشار اليه الشارح بقول اي ودون من كان اعلى، فهو خبر لكان واسمها ضمير عائد على من، على من الشيخ يقول ايه؟ او اعلى أي ودون من كان أعلى، دون من كان، هو ده الضمير ده يعود على من، على من كان أعلى، يعني على من كان هو أعلى، فالضمير اللي هو ده الضمير المستتر ده يعود على مين، على من. واضح؟ فهو خبر أي ودون من كان أعلى، فهو خبر، أعلى ده خبر لكان، طب واسمها ايه؟ ضمير مستتر عائد على من، فهي ناقصة، فلا حاجة لقول المحشي فكان إما زائدة أو تامة بمعنى وجد. يعني المحشي اللي هو البرماوي كان قال إن تامة كان دينا تامة بمعنى وجد. قوله طبقة منصوب على التمييز، طبقة المحول من اسم كان والأصل، ومن كانت طبقته أعلى من طبقته طبقة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار ضمير رفع واستتر، ثم أتى بالمضاف الذي حذف وجعل تمييزا. قولك أعمامه أي وآبائي وأجدادي. قول وتقدم في فصل محرمات النكاح ما يحرم، أي والكلام هنا إنما هو في بيان ما يحصل به التحريم، وقول فارجع إليه أي إن شئت ولكن الهمم قد قصرت، والله تعالى أعلى وأعلم. لو في أسئلة متعلقة بموضوع الرضاع نسمع الأسئلة. تفضل يا فيه. أنا عندي أساس أن الشر يدفع إلى زراعة الرضاعة، لا هو الشرع لا، الشرع لا يكره، ولكن يعني يريد ان ينبه ان الانسان لو ابنه رضع يكون عارف مين اللي رضعوه ويكون مستوثق، لان زمان ما كانش فيه لبن صناعي زي دلوقتي. كان زمان الطفل لو امه ما جابتش في ثديها لبن هيضيع، طب هيعيش ازاي؟ هو عايش في المدينه مثلا وما عندهمش الشاه ولا عندهم معيز ولا عندهم حاجات من دي، فالبيئه كانت بتضطرهم انها تجيب واحده تكون جارتها بترضع تخليها ترضع ابنها معاها، واخد بالك؟ فلا باس اذا اضطروا دي،
لكن بس ايه البأس ان هو ينسى، واخد بالك؟ بس لكن لا بأس. لكن احنا على اي حال لو عملوا لبن صناعي من ألبان النساء ويباع في الصيدليات يحرم في بلاد المسلمين، ليه؟ لانه هيؤدي الى الاختلاط، مش هنعرف اللبن ده جاي من اي امرأة. طب سؤال، مش تعريف حول الرضاعة من امرأة مخصوصة؟ ايوه. طب لو بقى ما هي مخصوصة يعني ايه مخصوصة؟ يعني حية مش معروفة يعني. ويكون سنها 9 سنين فزاد، ادي ما يعني مخصوصة، يعني ليها شروط انها تكون في حال حياتها وان تكون بلغت سن 9 سنين، ادي معنى مخصوصة. مش مخصوصة يعني معلومة. التانية معينة، الفقهاء يقول لك ايه من امرأة معينة، اللي لو كان على الفهم اللي انت عايزه، لكن يقول لك مخصوصة يعني لها شروط، والله ان تكون ادمية، ما تكونش جنية، حاجات كده يعني. ايوه. ولا سحلية. ايوه. في ايه تاني؟ الحمد لله. واحنا كده واقفين على باب النفقات، هنتكلم على نفقات الزوجة ونفقات الأقارب، وبعد كده يبقى عندنا باب الحضانة أظن، ده آخر باب، وبعدين نخش في الأحكام الجنايات بقى. نخش في الجنايات بقى، وحسن مبارك ومن شاكله يقول لك هو إيه قاضي جنايات. فإن شاء الله موضوع النفقات الأقارب والأرقاء والبهائم والحاجات دي، ده باب طويل شوية، يمكن نجلس فيه حوالي 2 أو 3. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. يلا اقفل لنا بقى يا حفص، تعرف تقفل؟ يلا عشان نقوم بس من عند الهوى. هو بتاع أمين الشرطة ده، ده بيطفي الأزرار الأحمر ده؟ ستوب هنا. تعالى شوف، بندوس على اي زرار في دول؟ مش عارف. طب ابعته لنا، اصل انا مره دوست على زرار قال لي كده انت كنسلت. ابعت لنا حد من المكتب يا سيدي. احنا الحمد لله فاضل حوالي 7 دقايق كده، ندوس على ده.